ضحكوا عليك الكوريين اليوم. لا ابو كيم خطير. خلي يجيني عرض وانا اوريك التكسير. اني هو سيو كام ساميدا للسفير الكوري يعني شكرا. Speak good Korean. Ah, yeah, yeah. I am Kuwait, I am Korea together. Well, taekwondo is good for health. And I hope you keep working and I hope your dream come true. مو بس الحزام الاسود، طموحي اكبر صالة تيكواندو على مستوى العالم والشرق الاوسط، راح تكون بالكويتيني. I love Kuwait. Yay! الثقافة الكورية شنو اضافت لك؟ والله اضافت لي اشياء كثيرة. الخفة اللي انا فيها هذه من الثقافة الكورية. انا بقول المتين يقدر. المتين ما يقدر. لا يقدر. ما يقدر. الحين شفتي طول بعاشور؟ إيش يقدر؟ اشرب. شوف شلون اتفق. كياب. هات. كلكم ما قصرتوا قناة الغبس. اذكرها اي. ثاني يوم السفير الكوري طالبني دق عليكم. ثاني يوم؟ تحياتي. حبيبي. Oh, well, we hosted this championship to increase some awareness about the Taekwondo among the Kuwait people. I already know that more than 4,000 people are practicing Taekwondo in Kuwait. But I think I want to give some the players more chance to improve their skills. هو مو أخوي أخوي، هو أخو ولدت الحياة لي. يستاهل لاعب مشرف الكويت. لاعب عالمي يعني بعيني انا والله يحفظك وبس ها عند المايك فيها عزيمه اليوم كنت لا اسمح عليك ها شو تبي؟ تستاهل عرقت احس الحين مدحته اقول شوف وين يبي هو حاضر اخذت ذهبيه الحمد لله يعني هذا كله بفضل الله ثم كابتن عمر واهلي طبعا اهدي فوزي هذا حق السعوديه ما قصروا والله وبيضوا وجينا والله العظيم وابدعونا من الكوريين لله الحمد وفقنا يعني بعد اتفاق ما بيننا وبين سعادة السفير الجمهورية الكورية بدولة الكويت أن ننظم ونشرف على بطولة السفير الأولى ولقت ترحيب من سعادة السفير وقمنا على هذا الضوء عمل برنامج البطولة واستجلاب فريق العرض الكوري العالمي حتى يقدم عرض في دولة الكويت عن فنون رياضة التايكوندو لله الحمد اليوم كل مستمتع الكل فرحان العدد كان كبير والمشاركة كانت فعالة وهذا الهدف المطلوب الارتقاء ومحافظة على لعبة التايكوندو بدولة الكويت وإن شاء الله راح تكون كل سنة بإذن الله بالاتفاق ودعم اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة وسعادة سفير جمهورية كوريا فكل الشكر لكم والشكر لكل حضر وساهم لنجاح البطولة